رز بفول اخضر. اسمع الفول الان ايش ابو طه؟ الفول موسمه الان يا جماعه، هاي زي ريحه دار سيدك وستك. لما تروح عندهم الختيار والختياره عند دار سيدك وستك زمان، هيك لما يكونوا مسوي ستك تكون يعني الجده، في ناس بيقولوا جده وجدتي، في ناس بيقولوا هيك ريحه الطبخ الجدات. طبعا سلقنا الدجاج وبس، خلطنا شويه لبن طيبه وشويه رب البندوره عليك مع سن ثوم على الخلاط ودهننا دجاجات، وصلى الله وبارك وبارك. موضوع انتهى، موضوع منتهى. اللون هيك صار كويس، اذا نطفي عليه بدناش يتحمر كثير بعدين. حلو اللون جيد. سمنه مازولا يا سلام، وشويه زيت، واول شيء بتدحمس الرز. لا 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 قبل الرز، قبل الرزات صح هيك هيك صح. شويه ثومات هيك صح. يا ساتر استر، شويه ثومات. طبعا الفول هون انا ايش عامله؟ طلعوا الفول بعد ما شلت الخيط. يا سلام عليك ابو طه، قلايه سريعه هيك، الله عليك. قليته تقلايه. نعم بدي ارجع على ايام زمان، هيك كنت اطبخ الرز بفول. مش سلق. قليته تقلايه تقلايه. تحبوا غماس يا معون؟ يا سلام، مع شويه كزبره وثوم. يا سلام يا سلام. باي شو صار يا باي الريحه؟ شوف بدأ الثوم عندي ايش يتغير لونه على طول مع البصلات، بنزل في بصلات. هلا هلا يا سلام يا سلام، شوفوا لي كيف لون الثومات صار. ريحه ولا اطيب يا اخوان، ريحه بتشهي. الله حطينا شويه كركم، الله. شويه هيل بهار مشكل، وشويه من الكمون. الكمون طيب منشان نخفف نفخه الفول، يعني من باب ما بدي اياه يكون واضح هيك ملعقة صغيرة هيك، بس مشان نغير يعني. شوف الكمون عم بيروح مع الفول، تمام عم بيروح معه. طيب خلينا نحط الفول الأخضر اللي مقلى. اها يعني يا ريت لو انكم معي هون، يعني هاي قريبة من مقلوبة الفول تقريبا، يعني يعني ما فينا نقول. شوف آخر. شوف المقلوبة عم تطبخ انت مع بعض. اه الدجاج وال يعني هذا وانا بتتجلى قاعد يعني. بدنا شوف بدنا نطلع من من النمطية. كيف هاي المصطلح هذا؟ ما شاء الله قعدت ثلاث ايام وانا ادور عليه. بدك تطلع من النمطيه. النمطيه حلو مزبوط؟ حلو كلامي صح؟ ما في مشكله طبعا، كلام صحيح. ذكرني بكره نروح نسوي سشوار انا وياك. لا عشان نطلع من النمطيه بس انا بدي بدي اسوي غره بس انا. هون مرق دجاج شيء من ريحه. باقع طريفي، هيل، غار، بصل، ثوم. حاسه كثيف المي شوي. لا 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 مرق مرق دجاج مرق. نعم صار جاهز عندي الرزون. نعم دي عليه. بقول لي بقول لي اعطيني. بقول له جايك. بسم الله. كيل. جايك. كيل. واحد. يا عيني. هاي موسيقى هاي. يا عيني يا عيني يا عيني، الله عليك الله يا ابو عون، الله 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 الله. ريحة الفول الأخضر يا إخوان قصة عالمية مع الثوم. يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا لي هالرزيات، شوفوا لي هالفولات. إشي فخامة فخامة. طيب طبعا أرز بالفول الأخضر والدجاج، بدنا ثلاث دجاجات، 4 كوب أرز متوسط الحبة من أبو البنت، نصف كوب سمنة مازولا، وملعقتين من زيت نباتي، عندي هيل، وطبعا ورق غار، عيدان، قرفة، بهار مشكل وهيل وكمون، شوية كركم وملح وفلفل.